حطتنا أخيرا لليوم بيتزايد استهلاك الطاقة في العالم مع تزايد عدد السكان وسعي للارتقاء إلى مستويات معيشة أفضل، وهذا التزايد المستمر في طلب خدمات الطاقة يتسبب في مشكلات كثيرة منها استنزاف موارد البلد وتفاقم تلوث البيئة الناتج من استهلاك الطاقة بأنواعها. لكن ماذا عن الطاقات المتجددة وكيفية الاستفادة منها ضمن الظروف المتاحة؟ معنا الدكتور صالح الأيوبي اختصاص طاقة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بداية أنا بدي أتوجه بالشكر، أهلا صباح الخير للجميع، صباح الخير لمشاهدي ومتابعي قناة الإخبارية. بداية أنا بدي أتشكركم كإدارة وكعاملين في قناة الإخبارية على النشاط المتميز والمتألق وعلى استضافتكم لي في هذا البرنامج. صباح الخير. نورتنا، أهلا وسهلا. موضوع كبير ومتشعب، وأنا سأحاول في هذه العجالة الإحاطة بقدر الإمكان بالنقاط الهامة فيه. طبعا موضوع الطاقات موضوع الطاقة والطاقة الأحفورية كما يعلم الجميع زملائنا المتخصصين، طبعا في حالة تناقص كامل. فسعى العالم ويسعى لتطوير طاقات بديلة. هذه الطاقات البديلة هي طاقات متجددة، واللي هي تلعب دور كبير في تخفيف الانبعاثات الغازية، ويعتبرها طاقات نظيفة، بسموها طاقات متجددة أو طاقات نظيفة، لأنه صديقة، هي صديقة للبيئة، ما بتسبب كما هو الحال في الطاقات الأحفورية تعتمد على حرق الغاز الطبيعي أو الوقود العادي السائل أو غيره الصلب، بتسبب انبعاثات غازية بتأثر على الغلاف الجوي وبتفاقم مشكلة البيئية. هنا الأمر أقل تفاقما بالنسبة للمشكلة من الناحية البيئية، وإذا هي تعتبر من الطاقات النظيفة. فسعت الدول وتسعى لزيادة حصة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة أو النظيفة في من حصة الطاقة المولدة طبعا كهربائيا. طبعا إذا ما نحكي بشكل عام، طبعا في هناك تجارب رائدة، طبعا أنا سوف أسعى ما فيني الآن بهالعجالة هي خلال 20 دقيقة أو أقل أن أحيط بكافة الأمور. تمام. طاقات متجددة، طاقات يعني موضوعها متشعب. أكيد. عندنا أنواع عديدة جدا من الطاقات. يعني وفي عندنا الزملاء، أنا آسف أحكي بشكل عام لأنه بالنسبة للمواضيع التخصصية ففي زملائنا المتخصصين يعني أدرى في ذلك. فالطاقات المتجددة يعني عندنا طاقات الطاقة الكهروشمسية، الطاقة الريحية، طاقة المياه بأنواع مختلفة، طاقة جوفية، الطاقة تعتمد على المخلفات الآدمية والحيوانية. فهناك إذن عدد كبير جدا من الطاقات، والمراكز الأبحاث العلمية سواء كانت العالمية أو حتى عندنا في سوريا سعت وتسعى لتطوير هذه الطاقات وتوطينها خاصة بالنسبة عنا لسوريا. وهنا أشير للمراكز البحثية الموجودة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق. نحن من خلال مشاريع الطلبة في هناك مشاريع متميزة، وكان لي الشرف أنا أحد المشاريع كمان أشرفت عليها، وفي زملاء آخرين كمان عم يشرفوا على مشاريع كتير متميزة. وهذه المشاريع تم عرضها في مشاريع باسل الإبداع والاختراع، وتم ايضا عرضها في مشاريع متميزه في عندنا في كليه الهندسه الميكانيكيه والكهربائيه الذي يقام كل سنه بسنتها. فتركز هذه المشاريع مثل الطلاب على كيفيه استخدام وتوسيع قاعده استخدام الطاقات المتجدده. تمام. وفي من التجارب الناجحه انتاج طاقه من النفايات، خلينا نحكي عن هذا الموضوع، قديش هو مهم وقديش يعني كل العالم حابه تعرف عنه. شكرا على الاشاره. لكن بشكل عام نحن هون في سوريا وبالبلدان العربية الله حباها بموضوع الإشعاع الشمسي، شدة الإشعاع الشمسي عندنا كبير، يعني تقريبا كما يعلم الزملاء 1.5 كيلو وات ساعي للمتر المربع، بينما إذا قارنا مثلا بلد مثل ألمانيا تقريبا 1 كيلو وات ساعي، ففي فارق كبير. ومع ذلك نجد أنه في ألمانيا اعتماد كبير على الطاقة الكهروشمسية، يعني بحدود الآن حدود 22 جيجا وات تنتج من الطاقة الكهروشمسية في ألمانيا، رغم أنه فيها هناك بلد غائم. نحن عندنا في سوريا هون حوالي تقريبا حسب الإحصائيات
يلي بالتعاون طبعا مع المركز، ونشير الى هنا ونوجه طاقه الشكر لمركز وطني لبحوث الطاقه التابع لوزاره الكهرباء اللي فينا تعاون معه نحن كجامعه دمشق كليه التنميه الكهربائيه، وكذلك مركز الدراسات والبحوث العلميه في اذا في ايضا في دمشق. في هناك تعاون بين زملائنا المختلفين، ونحن ايضا مع وزاره الكهرباء ووزاره الصناعه. طبعا كوننا نحن ككليه كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية عندنا اختصاصات عديدة، فينا تعاون معهم. فموضوع الطاقة الشمسية إذا موضوع إذا مفروغ منه، مفروض توجه إليه. موضوع أيضا الرياح، عندنا كمان الرياح، عندنا إذا في عندنا في أطلس رياح، في عندنا أطلس طاقة شمسية، فهذا كله مستفيد منه ممكن بتوليد الطاقات المتجددة، يمكن أن هي طاقات نظيفة. المشكلة في الطاقات المتجددة أنه الكلفة التأسيسية، كلفة التأسيس هي كلف عالية، يعني لكن كلف التشغيل والاستثمار كلف منخفضة. فلذلك طبعا على فترة عمر المشروع نجد انه هي من الطاقات اذا المفيدة والجيدة. بالنسبة للموضوع تفضلتي في شرتي موضوع النفايات الآدمية والحيوانية اكيد والقمامة خلينا بين قوسين، طبعا في هناك كميات كبيرة من النفايات للأسف طبعا عالميا هذا أمر استدرك، يعني هي بالدول المجاورة وفي ألمانيا بالذات وفي إيطاليا وإلى آخره، هذه الدول تقوم بشراء النفايات من دول أخرى وتنتج طاقة كهربائية منها. طبعا في عملية معقدة نوعا ما من تجميع هذه النفايات وتفريغ الهواء وحرقها بدرجات حرارة عالية، وإلى في كثير إذا بروسيس تبعها نوعا ما بده تكاليف تأسيسية كبيرة كمان تكاليف. لكن على مستوى البعيد نجد أنه هذا النوع إذا هذا النوع مبشر بالخير، ممكن طبعا كمان يخلصنا من كثير النفايات، يعني بدل ما نحن نستخدم المطامر العادية مثل ما عم يصير عندنا مثلا على التجربة المحلية انه مثلا بندير الحجر عندنا عم نعمل مطامر محلية نجمع القمامة، طبعا الأرض محدودة، وبعدين هذه القمامة أيضا ممكن إذا بوجود ماء ممكن تؤدي تسرب نفايات هذه النفايات السائلة إلى المياه الجوفية، ممكن تأثر على حياة الإنسان والحيوان والنبات، فنحن في غنى عنها. ممكن إذا هذه الكمية الكبيرة نعالجها. على سبيل المثال مثلا في تجربة بأمريكا أنا بدي 3000 طن قمامة يوميا ممكن أولد 245، في عندي إذا محطة حاليا قائمة 245 ميجا واط، لكم أن تتصوروا إذا هذه القيمة. إذا أنا نظف البيئة من هذه القمامة، طبعا القمامة لها يعني عمليات، يعني أنا بدي أفرز القمامة الصلبة عن السائلة ونظفها وإلى آخره عمليات، لكن بالنهاية متمنى 3000 طن من القمامة ممكن أنا أولد عندي أنشأ محطة وهي محطة قائمة 245 ميجا واط. لكن مثل ما قلنا المشكلة أنه كلفة تأسيسية لها نوعا ما كبيرة. نعم، خلينا نحكي بنقطة كثير مهمة، شو يعني ترشيد استهلاك الطاقة وخاصة بهذا الوضع يلي نحن عم نمرق فيه؟ يعني هلا الحقيقة نحن هلا حاليا نحن بدنا يعني نضحك على شيء مأساة عم نعيشها يعني بالوقت الحالي، ولكن يعني نحن هلا حاليا للأسف نتيجة أعمال الجماعات المسلحة والإرهابية أدى لخروج كثير من المحطات التوليد، وزملائنا المجالات الكهرباء أدرى طبعا حسب الإحصائيات المتوفرة لدينا بين أيدينا نحن نزل التوليد تقريبا نص التوليد لأكثر أقل من الثلث. تمام. طبعا هذا استدعى أنه يكون هناك تقنين. طبعا نحن عندنا الزيادة السكانية وبالتالي زيادة النشاط البشري، السكان بيتطلب انه يستخدم عده انواع متعدده من التجهيزات الكهربائيه وبالتالي استهلاك اكبر على الطاقه الكهربائيه. هنا طبعا في هناك تجارب، احنا كنا لنا الشرف كمان مركز بحوث الطاقه التابع لوزاره الوطني التابع لوزاره الكهرباء، شاركنا بكثير من ما يسمى بالانرجي اوديتس، التدقيق الطاقي لبعض المنشات الصناعيه اللي اجتمع قبل الاحداث من معمل الزجاج ومعمل الشركة الخماسية وإلى آخره، بالتعاون مع قسم كبير من الزملاء بالكلية وفي الجامعات الثانية. وطبعا لما أنا أرشد مثلا على سبيل المثال لماذا أستعمل مثلا الضوء العادي ضوء المصابيح، في عندي ضوء النهار ضوء الساطع، لماذا لا أقوم بعمل صيانة دورية مثلا بالنسبة للألواح الزجاجية، اعمل لها صيانه كل فتره وفتره، امسحها شوي حتى يكون اسمح اشعه الشمس بالدخول، وبالتالي اخفف انا ما دام اخفف من استهلاك الكهرباء. لماذا اقوم مثلا كل واحد منا عاده عاديه صارت
لا عادية، انه صباحا للاسف بعض الكبير قسم كبير من الزملاء او المواطنين يقومون باضاءة مصابيح بكل المنزل. صحيح. ما الداعي؟ انا فقط اقوم باشعال مثلا المصابيح في غرفة واحدة او المكان الذي انا استخدمه. طبعا هون طبعا تلعب موضوع هذا، اذا هيصب في موضوع ترشيد الطاقة. تمام. اذا استخدامنا للاضاءة الطبيعية، استخدامنا للمصابيح الموفره الطاقه، خاصه هلا كمان موضوع اللدات هذا عم يوفر قسم كبير من الطاقه، استخدامنا للطاقه الكهروشمسيه في مواضيع التسخين المياه وايضا في توليد الطاقه الكهربائيه، كمان اذا امور عديده ممكن تساهم في ترشيد استهلاك الطاقه، وبالتالي تخفف العبء عن الدوله وعن حتى عن البيئه. أكيد. يعني انا ما استهلك احرق الوقود، معناته انا أثرت على البيئة. خلينا نحكي بالختام عن آفاق المستقبل لمصادر الطاقة. يعني طبعا المراكز البحثية ومنهم كل المراكز البحثية سواء كان محليا في سوريا مشكورين، دائما عم نلاحظ انه من خلال مشاريع الطلاب في بعض المشاريع متميزة جدا، وايضا مراكز البحث مركز بحوث ودراسات الموجودة عندنا ومركز بحوث الطاقة، إذا هناك مشاريع واعدة وهناك تمويل. على سبيل المثال مثلا بعض الزملاء الآن طبعا هي مطروقة عالميا عم يحاولوا، في هناك مشروع تطبيقي لاستفادة من المسطحات المائية تركيب ألواح شمسية، يعني في عندنا ب سد بلوران على ما أعتقد ما أذكر باللادئية، فإذا استفادة منها المسطحات المائية أنا بوضع هناك ألواح شمسية، منه ما باخذ مساحات كبيرة ما بس بيها وبلد طاقة كهربائية مستفيد منها. نعم. في بعض كمان كثير تجارب عديدة يعني عنا محليا وعالميا، إذا عم اتجه طبعا الاتجاه هو إنه أنا أخفف، إنه مثل ما قلنا حكينا بالبداية إنه مشكلتنا نحن الطاقات المتجددة كلفة تأسيسية لها عالية، يعني الألواح الشمسية، العنف الريحي، المسطحة، كلها هدول بتكلفة تأسيسية كبيرة، فأنا أسعى عم يحاولوا يسعوا قدر الإمكان لرفع المردود هذه الخلايا وإذا تخفيف التكاليف التأسيسية بحيث أنه يكون منافس بشكل كبير الطاقة الأحفورية. إن شاء الله. نعم. متشكرك أكيد، متشكر وجودك معنا ومشوفك بحلقات قادمة. شكرا لكم. شكرا.